واحنا بنتكلم عن يعني التحطيب وفن العصا، لابد ان احنا نتذكر رقصات شعبية لطالما عجبتنا ولطالما لغاية هذه اللحظة بنتفرج عليها بكل حب وبكل اعجاب. فرقة رضا للفنون الشعبية اللي برعت في هذا الفن. نشوف تقرير عن هذا الموضوع. دائما ما يحرص المواطن عقب تناول وجبة الإفطار على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية خارج نطاق المنزل، لذا حرص المواطنون على متابعة العروض الاستعراضية التي تقدمها فرقة رضا للفنون الاستعراضية بدار الأوبرا المصرية. احنا مشتركين في احتفاليات رمضان، المفروض النهارده الافتتاح، احنا عندنا النهارده الافتتاح، فرقة رضا مشتركة بتسع رقصات، في دحية، في غزل في الريف، في الأقصر بلدنا، في أغاني. دايما بنبقى حريصين إن احنا نقدم الفقرات بتاعتنا اللي بتحافظ على الفلكلور بتاعنا واللي بتحافظ على العادات والتقاليد اللي بتتنقل من جيل لآخر عن طريق الاستعراضات اللي مستر محمود رضا عاملها ومصممها لينا. الفلكلور كمان بقى غير زمان خالص، بقى الناس عندها وعي وفكر إنها تتفرج على حاجة زي كده، فالحمد لله يعني بيبقوا مبسوطين وبيبقوا خارجين وبيبقوا بيهنونا وبيبقوا عايزيننا تاني كل يوم، بس احنا في جدول طبعا هم وزارة الثقافة عاملاه، فما بنقدرش ان احنا نعرض ليهم كل يوم يعني. الحفل الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بدار الأوبرا المصرية لقى استحسانا كبيرا من المواطنين الذين اعتادوا على حضوره كل عام. أنا واحد من الناس المتابع دايما لحفلات رمضان، خاصة بداية من يوم العاشر من رمضان، سواء في دار الأوبرا أو في الحسين أو في شارع المعز. تمام، الحقيقة الميزة السنة دي في دار الأوبرا اللي هم مقدمين عروض مميزة جدا، منها عروض فرقة رضا ومنها عروض عرض التنورة اللي هيتقدم، غير عروض السيرك القومي وعروض ثقافية وغنائية كتير جدا جدا. تغيير الجو ده ضروري عشان خاطر يعني يوم كله صيام، بدأين اليوم كله صيام، وبعدين كده نخرج بره بقى نشوف الدنيا. مصر جميلة عامة يعني. تحرص دائما دار الأوبرا المصرية على الاحتفال بشهر رمضان الكريم وتقديم عروض فنية لائقة تعمل على إمتاع المواطنين. محمد جمال، رأي عام، مع عمرو عبد الحميد.